السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي غنحاولوا نكتبوا فيه واحد العدد العقدي زد، اللي هو بغينا نكتبوه على الشكل الجبري. وكل اللي يقول لي كاين هذا على الشكل الجبري، ولكن عندنا هنا واحد اس 2007، بغينا نحيدوا ديك 2007 باش يبقى لنا الشكل الجبري على شكل ا زائد اي بي. دونك اول حاجه غنديروها هي كناخذوا بعدا هذا اللي لداخل هنا بين قوسين، كنكتبوه على الشكل المثلثي باش نستعملوا دوك الخاصيه ديال لي زارغيمون. دونك هنا شنو عندنا؟ عندنا الزاد، هنا عندنا الزاد اس ان. دونك قلنا في الخاصيه ديال لي زارغيمون زاد اس ان الا كتبناه على الشكل المثلثي. دونك الشكل المثلثي ديال الزاد بوحدو هو ار تيتا ولا الفا ولا على حسب باش من زاويه كنسميوه حنايا. الا كان عندنا زد اس ان، الا كان عندنا زد اس ان او كنديرو ار اس ان، ولكن ما كنديروش تيتا اس ان، كنديرو ان تيتا، ان فوا تيتا. دونك حنا نبداو بعدا بالزد هو الاول هذا بلا ما نديرو اس ان. دونك هذه خاصيه، هذه خاصيه، واخا حنا هنا ما قالوش لينا بلي الزد اس 2007، انا الزد بوحدو كيساوي هذه كلها. دونك حنا غناخدو هذا بوحدو نديرو ليه الشكل المثلثي هو الاول. طبعا عندنا زد يساوي جذر 3، دونك غنسميه مثلا زد بريم يساوي جذر 3 على 2 ناقص كي على 2. دونك باش يختلف ليا على هذا، حيت هذا كيساوي اس 2007، دونك يساوي جذر 3 على 2 ناقص اي على 2 يساوي. دونك هنايا كان اش كنحددو؟ اولا كنحددو المعيار. دونك المعيار ديال الزد اشناهو؟ هو جذر 3 على 2 اس 2، جذر 3 على 2 اس 2 زائد ناقص 1 على 2 اس 2، وكنديرو الجذر مربع يساوي جذر 3 اس 2 هي 3 و 2 اس 2 هي 3 على 4 زائد 1 على 4، و 3 على 4 زائد 1 على 4 هي 4 على 4 هي 1، و جذر مربع 1 هي 1. دونك المعيار هنا هو 1، يعني غنعملو بواحد. دونك ما غنعملوش، غنشوفو غير شكون هما، غنمشيو للجدول ديال النسب المثلثيه ونشوفو القوس ديال اي زاويه اللي كيعطينا جذر 3 على 2 والسينيس ديالها كيساوي 1 على 2، لان اي على 2 هي 1 على 2 مضروبه في اي. دونك شكون اللي القوس ديالها كيساوي جذر 3 على 2؟ هي غتلقاو بان الزاويه بي على 6. دونك غتكون هنا القوس بي على 6 ناقص اي سينيس بي على 6، ولكن خصنا نحيدو هاد الناقص هذا باش يكون عندنا زائد. كيفاش غنحيدو؟ غنرجعو لداك الشيء اللي درناه في النسب المثلثيه. يعني اشنو كنا درنا؟ درنا بان القوس، القوس ديال ناقص الفا اش كيساوي؟ كيساوي قوس الفا. سينيس ديال ناقص الفا يساوي ناقص سينيس الفا. دونك ما غاديش نزيد مازال الاخرين، علاش؟ لان بغيت واحد الزاويه اللي الكوس ديالها الا درت ليها دابا السينيس بي على 6، الا درت السينيس ديال ناقص بي على 6 باش يولي عندي هنا زائد. قلنا السينيس ديال ناقص الفا كيساوي ناقص سينيس الفا، وكوس ناقص الفا كيساوي كوس الفا. دونك هاد الكوس ديال بي على 6 ماشي مشكل الا درت ليه ناقص بي على 6. علاش كنهضر على الكوس والسين؟ لان مثلا الا جينا غير لهنايا، خلينا هادي مثلا ما خديناهاش بعين الاعتبار كوس بي على 6، بغينا نحيدو هاد الزائد، وحنا كشفنا في الخاصيه بان سينيس ديال ناقص الفا كيساوي ناقص سينيس الفا. دونك ناقص سينيس الفا غنعوضها بسينيس ناقص الفا، دونك غتولي عندي هنا زائد اي سينيس ناقص بي على 6. ولكن هنا عندنا ناقص بي على 6 وهنا بي على 6، خصكون عندنا نفس الزاويه. دونك اش كندير؟ هنا قلنا قوس ناقص الفا هي قوس الفا، يعني حتى الا دخلت ناقص ما عندي حتى شي مشكل. دونك غندير هنا ناقص قوس ناقص بي على 6 زائد اي سينيس ناقص بي على 6، والمعيار قلنا هو 1. دونك الا بغينا نكتبو هاد الزاد على هاد الشكل هذا يساوي ار هي 1 والزاوية هي ناقص بي على 6. دابا الا درنا الزد بريم
ولا نديرو الزد؟ لان الزد هي الاس 2007، نقدروا نديرو هذه اس 2007 ولا غنديرو غير الزد. الزد هي هذا اس 2007، دونك قلنا ار اس ان، دونك غنديرو واحد اس 2007 ان تيتا، غنضربو 2007 ناقص 2007 فعلى 6 يساوي هاد الزاد هذا. دونك واحد اس 2007 كتبقى هي واحد. الا بغينا الكوس ديال ناقص 2007 بي على 6، دونك الا جينا لهاد ناقص 2007 ممكن نكتبوها على شكل ناقص 2004 بي ناقص 3 بي على 6. ناقص 2004 ناقص 3 هي ناقص 2007. قلت زعما حيت 3 بي على 6 غتعطيني بي على 2، يعني غتعطيني بي على 2. الا عطاتني بي على 2 ولا ناقص بي على 2 زائد 2 كابي يساوي، دونك غنفرق هنايا، غنفرق كل واحد، دونك غندير ناقص 2004 بي على 6 ناقص 3 بي على 6 يساوي، هنا عندي ناقص 2004 بي على 6 لقاوها ناقص 334 بي، ناقص 334 بي و 3 على 6 هي 1 على 2، دونك ناقص بي على 2. دونك دابا بحال ان ناقص بي على 2 زائد 334 ممكن كتابتها على شكل 2 في واحد العدد صحيح، دونك كتبقى لي ناقص بي على 2 يساوي 1 ناقص بي على 2، يعني 1، دونك 1 هي كوس ناقص بي على 2 زائد اي سينوس ناقص بي على 2 يساوي كوس ناقص بي على 2 ولا كوس بي على 2 كيساوي صفر، والسينوس ناقص بي على 2 هي ناقص سينوس بي على 2، والسينوس بي على 2 هي 1، هي ناقص اي نضربها في 1 تساوي ناقص اي. هذه كتبناها على الشكل الجبري، دونك نتمنى انكم استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.